يا اخوي اشغلتنا يا اخوي مشينا شهران شهر عشان شهراني خلاص. طيب ايش تبيني اشغل لك يا حلو؟ العاصي لميزتين بهلا نجد العاصي لميزتين اخوي انزل انزل الله يرحم والديك كسرت ام السيارة قطعت حبل افكاري توي الحين وصلت الله يرحم والديك شغلنا شيء كويس خلني استانس شيء كويس ها قصدك شهران ايوه قصدي شهران لا يا حبيبي بني عاصم لا شهران لا بني عاصم لا شهران ولا في بالله بني عاصم العاصي شهران قصدك انت شهران اطلق بني عاصم لا بني عاصم قصدك انت انه مطرح من شهران غصب عنك لا مو غصب عني اقول لك يا ابوي اسمع انت اسمع اسمع يعني بالله يرضيك اختي تسوق السياره والله ما ينفع ترى يعني بكره لو صار لها حادث لو بنشرت لو صار لها مشكله حرجه يا شباب والله ما ينفع الا الحلال والله ما ينفع صدقني انت بس لو تهدى بس لو تهدى شوي تفهمني صدقني انك تشوف كلامي صح اختي ما ينفع تطلع سوق السياره لحالها في الشارع الا الحلال بكره تبنشر بتسوي لها مشكله حرجه يا شباب طب تدري كيف هذه اختي وانا اخوها الكبير ولا يمكن اسمح لها تسوق السياره نهائيا على جدتي احنا ما عندنا بنات يسوقون السياره يا تعال 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 طب اسمع اكلمك انا افهمني هلا هلا علي هلا والله يا مرحبا لا لا يا رجال اي وقت دق فيه انت اعز من يدق علي وقتي كله لك يا رجل امرني بس انت كيفك شو اخبارك هلا 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 اقول لك ايش رايك ابلغ عنك قانون التحرش وجع ها وش تبي تشرب مشروب بارد ولا مشروب حار لا قدر الله ابي مشروب حار اتكلم من جد وش تبي تشرب الحين بسرعه بدنا نوصل ابي مشروب حار من جد تكلم انت مشروب حار انت عارف ان درجه الحراره 45 في ذا الحر تشرب مشروب حار صح يعني الناس تشرب عصير تاخذ مشروب بارد موكا بارد تاخذ ايس كريم تقول لي مشروب حار لا 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 لا, لا, لا. ابي قهوه اي ترى بس عشان المكيف شغال بس انت مصدق ان الجو حلو لا حتى من غير المكيف الجو حلو مره حلو الجو جميل جو رائع جميل الجو يا رجل الجو رائع جميل شاعري لا انت مصر كذا بسرعه طب اوكي كيف الوضع اوكي اعطيني واحد عصير وكثر الثلج يلا 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 صار المغرب يبدا ترى ها
الله أكبر دي. ناس كتير اتفرجت ومشيت وانتظر اذن باقي اذن لسه ما اذن اذن لا اذن باقي الله اذن ناس كتير اتفعلت وهنا قررنا نتدخل. اهلا فيك معانا في البرنامج. ترى كل برنامج نشوف ردة فعلك ونشوف رأيك وشوف كيف تسوي. ما شاء الله ردة فعلك يعني اللي صار كل برنامج تمثيل بتمثيل. برنامج مو صحيح. أنا فكرت أكلت الأكل وكل شيء. يعني الأكل ما أكلت ها خبيته هنا ولا هنا. لا لا بالنسبة للأكل أكلت أمه نفضت أم الصحة أم الله يعطيك العافية. شاورما ايوه صاروخ اثنين عصير. ايش تبغى عصير؟ كوكتيل اوكي كوكتيل وانا اجيب اناناس. اثنين شاورما وواحد كوكتيل واحد اناناس. هنا في تمرين اتحداك تسوي. اشوف هذا اللي تقول عليه صعب. هذا ابسط شيء ممكن اسويه اتحداك يا عمي. هذا باصبع رجلي الصغيره اسويه. هذا اتفه شيء اتحداك. لا تحدى يلا قوم اوريك خلينا. أقول خليها واحد شهر بوكنسل عصير الأناناس. سلام يا أنس. مساء الخير أنس. أكلمك. سلامات. ايش فيه؟ سويت فيك شيء؟ انا يا حشره يا جزمه يا تافل تعطيني ام فولو؟ وش المشكله اذا اعطيتك ام فولو؟ عادي يا اخوي اعطيتك ام فولو. ما عجبني محتواك، ما عجبني طرحك. ايش ما عجبك طرحي؟ اعوذ بالله من الشيطان. الله ياخذ لك قنبله. الله اكبر. وزارة التعليم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام. الله يسلط عليك الله يسلط عليك الله يسلط. هذه شطات حقيقتك بالله صديق النساء مصر. الله يسلط عليك انت ما سلط عليا. محمد هلا. انا ماشي ها. اي خدمه بشيء سلامتك. سلام سلام اشوفك على خير ان شاء الله. روح انا شوي كذا بطلع. انت عارف انا اليوم بطلع افل امها يا راجل. ما بخلي في الرياض شارع ما بلف فيه. محمد ترى اتكلم معاك انا يا اخي. بطل حركات الاستهبال يا اخي. كلمني يا اخي. نعم ايش تبي؟ كل الشباب كلموني يبون يطلعون معي بس انا مو اي واحد يطلع معي. تطلع معي؟ اقلب وجه اقلب وجه يلا مشينا.
يا اخوي ذبحتنا كوره كوره كوره. ايش فيه؟ ذبحتنا. ماذا تعرف عن الحب والوفاء؟ اي وفاء؟ روميو وجولييت تزوجوا من الحب والوفاء. ايوه. اجل الو. هلا حبيبتي. هلا يا قلبي. هلا حبي الاول والاخير. هلا والله. دقيقه حبيبتي الوالده تتصل. هلا حبي. هلا قلبي. هلا هلا. بس حبيبتي الوالده بسمعها على الخط. خليني اخلص منها واكلمك. الو. هلا حبيبتي الوالده تبي تنتظرني برا فبطلع لها وارجع اكلمك. باي باي. وش كنا نقول هنا؟ نتكلم على وفايا روميو. اذا تروح مكان ترى بروح معك. ها عندي مشوار بسيط بخلص بسرعه سرعه ورجعني. لا لا عادي جلستي. عادي كنت كذا بعدل كذا. عادي جلستي. في شيء الحين انا بروح اصلح حتى التلفزيون الزفت. ها بطلع السطح. خليك معي على الجوال. اذا طلعت الصوره قول لي اوكي. كيف الحين صافي؟ زي الزفت. طلعت الصوره؟ لسه ما طلعت الصوره. باقي هلا محمد. الحين انا خلاص مشيت ترى طلعت والله مستعجل عندي مشوار. انا بروح معك. خليك محمد خليك معك. الو. محمد انا بروح معك. وينك وينك طيب الحلال؟ انا جالس انتظرك. جايك جايك بس عطني خمس دقائق. بس خمس دقائق بس. اوكي بسرعه ترى برد. خلك مكانك لا تحرك مكانك. خمس دقائق وانا عندك. اوكي اوكي خمس دقائق انتظرك. يلا لا تاخر. سلام محمد. Let it snow, let it snow, let it snow. يلا مشينا. سوي لي واحد كافي. خلاص واحد كافي بدون سكر. يلا باي. إذا خلاص دق علي. خلاص الكافي. أوكي أوكي يلا باي. بالله على طاري يا محمد. الحين لما تيجي تتزوج تتزوج واحدة تكلمها تحبها معك في الدوام تعرف أطباعها ولا بتتزوج عن طريق الوالدة صن مغطى وكشط واضح؟ وش اللي تعرف عليها ما تعرف عليها أنس؟ صح انت؟ أكيد بتزوج واحدة جايبتها لأمي وعارفتها صح. فكر فيها. أنت تتكلم جد؟ تكلم عادي جد. محمد يا وليدي. هلا هلا بالغالية. هلا والله. ترى لقيت لك عروسة. والله؟ إيه. بس هي اهم شيء تكون جميله. اهم شيء عندي جميله. جميله وخلوقه ومؤدبه ومعلمه وكمان عندي صوره. هذه كل المواصفات اللي احلم فيها. اقدر اشوف صورتها؟ انا بختار. انا بختار. انا بتعرف عليها وبكلمها. من هي؟ زوجتي زوجتي زوجتي. انا بختار زوجتي. بسم الله عليك. كان محاصر. اتكلم معي معي مسدس واتوقع فيه فيه. استنى لحظه. حاول لحظه دقيقه بس. يلا خيرا وكل شيء جاهز. أنا تحت الطاولة. لحظة ما حد جايين. هذا حبل قنبر. يلا يا محمد يلا قوم الدوام دوام. عبيت عبيت عبيت. حول 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 يا ابن الحلال. جو الافلام حقك تبني يا اخي. حتى صباح السبت ما فيني انام. اي صباح سبت يا ابن الحلال؟ اليوم الاحد. يلا قوم. شيت كان عندي شيء كثير مرتبها سويها صباح السبت. وليش ما سويت الاشياء اللي مرتبها؟ كنت نايم. طيب هو النوم احد الاشياء كنت مرتبها. ما شاء الله ما شاء الله يا محمد. انت نزلت الاسبوع هذا 3 كيلو. انسان ماشي على رجيم صح. انا عارف ومقدر انك حرمت نفسك من الاكل من المشويات المقليات والعصيرات والشكاريط من البرجر. يا ريت لو كنت طبقتين قبل قازيات يكون الحجم الكبير البيتزا. عشو البلبل مكرونه بشاميل. يا سلام غدا اليوم انا مكرونه بشاميل. المطبي شيء عظيم. المندي مطعمه مع شاي عدني سكر زياده. عصوب كبده. انا بكره فطوري كبده. في مطعم في الشارع اللي جنبنا هناك عندهم شاورما. حط كل شيء عشان تحافظ على صحتك. انت انسان مثالي وانا عشان كذا وبهذه المناسبه اليوم انا حاعطيك مكافاه. اليوم عندك يوم مفتوح. كل اي حاجه. إلى حمد جاجي بيل روبيان فيليا كفتانا كانك أمبرغر بيل مغلي بيل مسلوق روبيان مغلي كفتلا هنگ كفتة جاجي سراهي لهم سراهي جاجي كلب جيتسي كلب بيستا شكل كلب دلباسي كلب أندروشي كلب كومي كلب تايتانيك كلب بالبوس. سيارتي غيب ضد الجبال ضد الحياة.
حجر سيارتي تمشي وسط الرمال الجاية. سيارتي جاية